السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الأعزاء، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. سأترك لكم قناة في صندوق الوصف في أول تعليق للقراءة المجانية، وكذلك ستكون قناة يعني طيبة لكم، ستكون فيها العديد من الوصفات الروحانية اللغبية، لأنني دائما أحاول التكلم بلهجة بيضاء لكن يستعصي علي الأمر. لذلك أي واحدة أو أي متابعة من متابعاتي تجد صعوبة في فهم كلامي تذهب لتلك القناة وتدعمها بالإعجاب وبالاشتراك. يا رب تنور طريقكم يا أرحم الراحمين. أي واحدة تريد خدمة أو أعمال روحية تواصل معي، لا أطيل عليكم كما العادة وكما عودتكم. يا ربي في هذه الأيام المباركة أي متابع من متابعاتي يسرها أمرها واجلب لها فرحة تنسيها كل الهموم، اجلب لها فرحة تنسيها كل هموم الدنيا وتزعزع قلبها من شدة الفرح يا أرحم الراحمين. وكل متابع من متابعاتي يا رب تفرج عليها كرب الدنيا والآخرة وتحقق لها مرادها يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات. يا ربي أسأل المولى عز وجل أن ينير طريقكم ودربكم يا متابعاتي، وتيسر أمركم وتفك عقدكم في هذه الأيام، وتجمد أيادي من سحركم ومن كان سببا في تعاستكم. يا رب انتقم منه شر الانتقام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقبل الشروع في الوصفة نشعل الشمعة، فهذه من العادات الطيبة والمعتادة لدي في القناة، ونعطر المكان. أحبابي في الله، والله العظيم ترددت في طرح هذه الوصفة في القناة لأنها وصفة خطيرة. لذلك قبل الشروع في الوصفة أطلب منكم، من يريد استعمال الوصفة في الحرام فليخرج من الفيديو، لأن فعلا لو استعملتيها قوية جدا، ولو استعملتيها في الحرام قسما بالله ستنقلب عليك وستدمر حياتك. استعملوها في الحلال فقط، لا تفعليها فقط للانتقام من شخص ما. لا أحبابي، فمثلا عندك حبيب تريدونها للحلال، تريدين تفريقه على العشيقة، أو مثلا زوجك تريدين تفريقه على عشيقتي، فهذه الوصفة كراهية خطيرة جدا. او مثلا ابنك يذهب مع الفاسقات ويعني والعاهرات، في هذه الوصفه ناجحه مليون بالمئه. في هذه الوصفه احبابي زوجك او حبيبك سيكره جنس النساء غيرك انت، ليست ام او شيء ما، يعني النساء التي لا تحاول اغواءه او العلاقات الحميميه مع النساء، سيكره جميع النساء كما كانت كاسية أو عريسة يكرهها بإذن الله. سنحتاج في هذه الفائدة الروحانية ورقة بيضاء غير مسطرة، القطران، ونحتاج كذلك أحبابي قلم أسود والقطران. ثم نحتاج كذلك هذا المكون، وهو القرنفل. هذا القرنفل يستعمل في وصفة الجلب والتهيل وكذلك في الكراهية، لأنه عندما يشتبه السواد مع السواد تكون هذه النتيجة. نحتاج كذلك زهرة القرنفل. فنجلب ورقة بيضاء. هذه الوصفة أحبابي تخدم يوم السبت، تعمل يوم السبت وتعمل في منتصف الليل. لو خفت من حاجة لن يضرك أي شيء، كوني على وضوء وكوني على طهارة في مكان هادئ، والنية أهم شيء، واقرأ آية الكرسي 7 مرات ولن يصيبك أي شيء أحبابي في الله. وهذه الوصفة لن تصيبك بأي أذى أحبابي في الله. فنجلب مسند عشان نكتب، ركزوا معي أحبابي أرجوكم، لازم نكتبه بقلم أسود. أقرب منكم الصورة جيدا، يا فلان سأكتب لكم بهذا القلم لأن هذا صعب، لكن أنتم لازم قلم أسود، هذا أزرق. يا فلان ابن فلان حبيبك اسم أمه، لو ما عرفتش اسم أمه ابن حوان أو زوجك، كرهتك في كل بنات البغاء، تفقد شهوتك ورجولتك على
كل كاسية أو آرية لا تقدر على مضاجعتها حتى أمرك بذلك. أنا فلانة بنت فلانة فيا خدامة الكراهية فرق فلان ابن فلانة مع كل نساء الكون كفراق الماء والزيت. فأنتم تعلمون أحبابي أن الماء والزيت لا يلتقيان، فكما هذا الخدام سيفرقون بين زوجك وحبيبك وهو والعاشقات، كفراق الماء والزيت الذين لا يجتمعان ولا يختلطان أبدا. فهذه هي القراءة، تكتبونها على ورقة بيضاء غير مسطرة بقلم أسود. أنا كتبتها بالأزرق لأنني يسهل علي التحكم فيه كي تفهموا الكتابة أكثر. بعد ذلك ترسمون هذا الجدول هكذا بهذه الطريقة، تقسمونها إلى خانتين، وهذه الخانة تقسمونها إلى اثنين، تكتبين ألف هكذا ألف ولكن بدون همزة، تكتبين هاء مقلوبة هكذا دائرة ووسطها هذا، هاء مقلوبة هكذا، جيم جيم، تكتبين هنا اسمك أنت حروف متفرقة، مثلا اسمك فاطمة تكتبين فا ألف طا ميم، وغديري هنايا بعد ذلك سيطرة، وهنا تكتبين هذا ألف بدون همزة وهاء مقلوبة وجيم، تكتبين اسمك حروف متفرقة وتكتبين سيطرة، وتكتبين هنا في هذه الخانة الكبيرة كراهية بحروف متفرقة كراهية بحروف متفرقة، هنا الكاء الراء الهاء الياء التاء كراهية. هذا الشيء يكتب كامل يكتب باللون الأسود. بعد ذلك تأخذين القليل من القطران، فالقطران هو سبحان الله لا يريد الفتح، لذلك أرجو منكم استعمالها في الحلال فقط، أرجو منكم لأنها لو استعملتها في الحرام سنقلب عليكم الوصفة. فنأخذ قليل من القطن لكي لا نملؤها بالقطران، ونمسح كل هذا الكلام بالقطران بكمية كبيرة. الورقة تكون صغيرة، أنا كبرتها عشان توضح لكم الرؤية. عندما نملأ الورقة بالقطران ننفها، ونأخذ سبع حبات قرنفل ونتقب بها الورقة بهذه الطريقة، نغرسها في الورقة. الورقة تكون ورقة صغيرة جدا الآن، لأن هذه الورقة يعني مغلفة كثيرا وجدت صعوبة، ولكن أنتم ستها بهذه الطريقة. تحفرون سبع مرات، يعني تقومون يعني زرع أو وخز القرنفل سبع مرات في هذا الورقة، يعني سبع حبات تقومين بحفرها في هذه الورقة، سبع حبات
حبة هنا وهنا وهنا، المهم سبع حبات. بعد ذلك أحبابي تحرقين هذه الطلسم أو هذه الورقة. قسما بالله العلي العظيم أن زوجك أو حبيبك سيكره جنس النساء، سيكره كل نساء الكون غيرك كراهية أبدية، سيكره بنات البغاء والعاهرات، لن يقدر على فعل أي شيء. حتى لو جاءت امرأة لعنده يعني كانت عارية يعني مغرية فاتنة الجمال، لن يقدر على فعل أي شيء. جربوها في الحلال فقط ليس للانتقام، دائما أخبركم بالحلال، لأن لو فعلت شيئا ما بالحرام سينتقم منكم الله عز وجل وتنقلب حياتكم رأسا على عقب. لذلك أرجو منكم استعمالها في الحلال، وبارك الله فيكم جميعا. اللهم انصركم على أعدائكم يا أرحم الراحمين.